كعادتها تقتحم قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أي بلدة فلسطينية يخرج منها منفذ عملية فلسطيني. قرية كوبر كانت مسرحا لسلسلة عقوبات جماعية كسحب تصاريح العمل وتنكيد عيش سكانها بوضع حاجز على المدخل الرئيسي وإغلاق مدخل آخر بالسواتر الترابية وصولا لإشعار ذوي الشهيد بهدم أو تفجير المنزل. كل ذلك جاء عقب عملية نفذها محمد طارق 17 عاما في مستوطنة بنيامين شرق القدس وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين. وروحنا على البلد عادي، شرينا خبز من الرام وروحنا، وصلنا رام الله ونزلنا في رام الله، وأنا رحت على مركز الدعوة على بيت عروة وديتهم على الفردات، والله أعلم كاين مخطط مش مخطط، هذا علمها عند الله، لا أنا بعرف ولا واحد بيعرف، يعرفش ولا كان يظهر أي بوادر إنه في هاي الشغلات بدي يعمل. جثمان الفتح احتجزته القوات الإسرائيلية ليرتفع بذلك عدد الجثامين إلى 14 جثمانا في الضفة الغربية والقدس المحتلة و13 جثمانا آخر في قطاع غزة لا زالوا داخل الثلاجات الإسرائيلية. وليس بعيدا عن قرية كوبر كان أهالي الشهداء المحتجز جثامين أبنائهم ينظمون وقفة في قرية دير أبو مشعل التي هي أيضا يحتجز الاحتلال ثلاثة من أبنائها داخل الثلاجات، فيما الدمعة لا تفارق ذويهم. الام بترتاح لما تجيب ابنها وتدفنه وتزور قبره، الام بترتاح لما ابنها ام عارف ابنها في الثلاجه محطوط لحد الان، ولحد الان الواحد الدار مش حابة يعبر الدار لانه ابنها محجوز في الثلاجه لحد الان. هناك ميل لدى محكمه العدل العليا حسب رايي انا القانوني بانها ستشرع احتجاز الجثامين، ولكن ما اعطاء بعض الحقوق لذوي الشهداء مثلا بان يشاهدوا الجثمان قبل الدفن. وعقب العمليه التي تاتي بعد ما يقارب اربعه اشهر مما وصف اسرائيليا بالهدوء وتراجع تنفيذ العمليات الفلسطينيه الى صفر، تكون الامور عادت من جديد جراء ما يفسره المراقبون بغياب الافق السياسي وفقدان الامل نتيجه الاستيطان والممارسات الاسرائيليه في سائر الاراضي الفلسطينيه. لا قبر ولا قبلة وداع لأهالي الشهداء المحتجز جثامينهم في ثلاجات الاحتلال الإسرائيلي، ما يزيد عن 250 شهيدا لا زال أهاليهم ينتظرون أملا وحيدا بتسليمها حتى يتمكنوا من مشاهدتهم للمرة الأخيرة. من قرية دير أبو مشعل ضياء حشية الغد، رام الله.